والقرين، هذا ما سنتعرف عليه وإياكم، ماهية هذا النوع من الأمور التي لطالما نسأل عنها، وبالإضافة إلى الأمراض التي قد يتسبب بها، وما هي حقيقة هذا الشيء بوجوده في الحياة؟ ولربما البعض أو الغالبية لا يعرف بوجود القرين أو التابعة المرافق له أو لها. سنتعرف بالتأكيد على هذه الإجابات مع الأستاذ المحامي الشرعي فضيلة الشيخ مؤمن العتيلي، يعطيك العافية. يعافيك، الله يسعد صباحك يا ربي. صباحكم الخير. أهلا وسهلا. يعني بداية سنذهب لنعرج قليلا على ماهية القرين أو التابعة، وهل هي حقيقية الوجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع القرين أو التابعة أو ما تسمى أم الولد أو أم الصبيان، هذا موضوع يتكرر السؤال عنه، والناس تنقسم فيه إلى عدة أقسام، فمنهم من ينكر وجود هذا الشيء، ومنهم من يثبت هذا الشيء، ومنهم من يتوقف. طبعا القرين أو التابعة هي حسب التعريف ممن يقول بوجودها أنها جزء من الجن ومجموعة من آثار السحر أو العين. الموضوع من ناحية شرعية، هل هناك إثبات وجود ما يسمى أم الصبيان أو التابعة أو القرينة أو الكرينة بسموها؟ من ناحية شرعية هناك حديث ضعيف، والأرجح أنه موضوع تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من أم الصبيان بهذا الاسم. طبعا في هناك جنية أو شيطانة تسمى أم الصبيان، هدفها ملاحقة الأطفال، أو كما يتم تعريفها تسبب الإجهاض أو الإسقاط في أشهر الحمل الأولى، وبالذات الشهر الثاني إلى الشهر الرابع. تأتي عادة في صورة حلم كابوس، فتضرب بطن المرأة إما بيد أو برجل فتجهد المرأة. طبعا هذه الحادثة أو الحالة تتكرر بكثرة بين النساء الحوامل، وفي حالة كثيرة من حالة الإجهاض. تسميتها باسم أم الصبيان أو التابعة أو القرينة لم يثبت شرعا. طبعا هذه من الأمور الغيبية التي لا يمكن إثباتها من ناحية الشرعية إلا بدليل شرعي. اسمها أم الصبيان ما في دليل. طب يعني ما يدور الحديث حوله، حول القرين أو التابعة أو أم الصبيان؟ دوما الدور التي تقوم به هو سلبي تجاه الإنسان؟ طبعا التحذير منها على سبيل الشر وليس على سبيل الخير. يعني كونها ليست لا تسمى أم الصبيان من ناحية الشرعية، لأنه لم يثبت ذلك بحديث صحيح، لا يعني عدم وجودها. لا يعني عدم وجود شيء اسمه شيطان أو قرين يسبب هذه الأحداث. هذه الأمور من الأمور الممكنة، مثل أي مرض. يعني الآن لو يجي واحد لأنه ما شافش الفيروسات أو الجراثيم أو البكتيريا، يقول مش موجودة هذا، يلا جيبوا لي دليل شرعي. ما حد يتقبل منه هذا الكلام، وليس ولا يشترط لأي أمر علمي أن يكون إثباته عن طريق المشاهدة لكل شخص، وإنما الشخص الذي يرى يستطيع أن يثبته لنفسه، والآخرين هم لهم الحق بالقبول أو الرفض في النهاية. نعم. طب يعني أنت ذكرت أنها قد تسمى في بعض الأحيان بأم الصبيان، يعني هل هي مستقصدة للذكور فقط خلال فترة حمل المرأة؟ لا طبعا، هي تستقصد الحمل بشكل عام. نعم. وسواء ذكر أو أنثى، بعض الأشخاص لا يعني لا يرزقون بأولاد، يعني دائما تجهد 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 ولا يوجد سبب طبي. نعم. يعني يتم الفحص دائما ولا يوجد سبب طبي. بعض الأشخاص يكون عندهم سبب طبي. طبعا كون المرأة تجهد لا يعني أنه دائما أم الصبيان أو سببها الشيطان. الآن نحن نفينا وجود دليل شرعي على وجود شيء اسمه أم الصبيان بهذا الاسم، لكن لا ننفي وجود سحر أو عين تسبب هذه الحالات الأمراض، من ضمنها اللي هو الإجهاض، من ضمنها منع الحمل من أساس، ومن ضمنها منع الزواج، من ضمنها تفريق بين الزوجين كما ذكر الله عز وجل، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني السحر شيء حقيقة موجودة أثبتها القرآن الكريم، وهي من الفتن التي فتن الله بها العباد، مثلها مثل المرض، مثلها مثل الفساد بين الناس، مثلها مثل الكفر، مثل النفاق، مثلها مثل أي مصيبة يصاب بها الإنسان. ولها علاج شرعي وغير شرعي، فمن يسلك الطريق الشرعي هو
هذا الصواب. طب إذا أم الصبيان أصابت سيدة ما وأجهضتها، هل يعني أنه في المستقبل إذا ما صار حمل ممكن أن تكون هنالك يعني معاودة لهذا الفعل، يعني باستمرار مثلا تتكرر الحالة بالضبط إذا الإجهاض أنه يتكرر؟ وهل بيكون بالشخص بيئة معينة أو ظروف معينة أو أسباب تدفع أم الصبيان لاستهداف مثلا هذه المرأة الحامل؟ شوف، هو بما أنه هو المقصود بأم الصبيان هو الجن أو الشيطان، خلينا نتكلم شوي عن الشيطان. الشيطان والجن لهم علاقة وثيقة بحياتنا، لهذا السبب القرآن الكريم والحديث النبوية حذرت وبيّنت طريقة التعامل مع الجن. يعني هم يتدخلون في كل شيء في حياتنا، هم يحسدون الناس. يعني إبليس حسد آدم عليه السلام على أن الله عز وجل كرمه عليه وأمر بالسجود له، فأورث هذا الحسد وهذا البغضاء لذريته، وهدفهم أنه يدخلوا بني آدم إلى جهنم وبئس المصير. وذكر الله عز وجل ما في ما يفعلون، يوسوسون، يسببون الحزن، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء ويسببون الخوف ليحزن الذين آمنوا، ليخوف أولياءه، يصدهم عن السبيل، أيضا يفرقون به بين المرأة وزوجه. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون البيوت إذا لم نسمي، يقول وجدتم مبيتا، يأكلون معنا إذا لم نسمي، وجدتم طعاما. أيضا يشاركون الرجل في زوجته إذا لم يسمي، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني أمرنا بأن لا نسمح لأولادنا الأطفال الصغار أن يخرجوا في وقت الغسق، قال تجتالهم الشيطان. فهم لصيقون في حياتنا. حتى الحلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلم من الشيطان. الحسد قال العين كل عين موكل بها شيطان. فهم يعني يحاولون تخريب حياتنا، يحاولون تنكيد علينا بمختصر العامي. من ضمن هذا التنكيد انه تمنع الانسان من وجود ولد له او تسبب له اوجاع او امراض في حياته. طبعا بعض الناس ينفي كل هذا الشيء، ما العلم انه العلم لا ينفي، ممكن اي شيء. انا لما دكتور يقول في فيروس ما بنقول انت كذاب، شو فيروس هذا مش شايفينه احنا. يعني هنالك بعض الامور سيد مؤمن ما لا يمكن اثباته في ذات الوقت، ما لا يمكن نفيه. يعني بعض الامور موجوده وقد نمر بها، لكن هل هنالك اعراض واضحه تظهر على هذه المراه المستهدفه من قبل ما يسمى بالقرين او التابعه خلال فترة حملها، ويعني ممكن فترة الإجهاض؟ خلينا نفهم الصورة بالضبط، إنه معظم السحر يكون هدفه التفريق، والعين أيضا بالذات الحسد يكون هدفها اللي هو يعني أخذ النعمة من الإنسان. ومن أكبر نعم على بني آدم في الحياة الدنيا اللي هي النعمة، نعمة الولد. صحيح. والسعادة في الزواج. فبتعرف انه عدم وجود الولد بيسبب شقاق بين الزوجين، وخاصه في المجتمعات الشرقيه او العربيه، اذا ما فيش اولاد يعني في هناك امكانيه الطلاق سهله وميسره. صحيح. والضغط بيكون شديد وهائل على الزوجين من اجل بدايه حياه جديده سواء من هذا الطرف او هذا الطرف. فهذا من اجزاء او طرق التفرقه بين الزوجين. طبعا هناك اعراض عاده هي ام الصبيان عرضها انه بتيجي في المنام، يعني بالحلم، وتسبب تضرب المراه او تسبب لها ارهاق بسبب ما يسبب الاجهاض. انت بتعرف انه النساء بعضهم بيكون حملهم ضعيف حتى لما تطلع على درج بتجهض. فطبعا الحلم مرات الواحد بيكون من النوم بيكون مخنوق او بيكون فعلا تعبان من الحلم اللي شافه، وهذا فعلا يكون تعب حقيقي. فاذا كان المراه حملها ضعيف ممكن انها تجهض بسبب هذا الغرض. طبعا من اعراض اذا كان معمولها سحر مثلا او غيره مثل العين، من اعراض مثلا هذه اللي هو مثلا التنميل او الخدر في اطراف اليدين والرجلين، الاحلام المزعجه بشكل عام، الالم في اسفل الظهر، الم متواصل في البطن او انقلاب يعني تقلب المعده، الم في الراس، ضيق في النفس، سريان في اجزاء الجسم مثل اليدين والرجلين، عدم الاستراحه في الحياه الزوجيه، المحبه والبغض بشكل متعاكس. في هذه الظروف وهي الاعراض يعني اللي ممكنها تنتج كعمل سحر، كيف ممكن للمرأة أنها تحصن حالها، تحصن بيتها وحملها ممكن بطريقة صحيحة لإبعاد السحر والشياطين كذلك؟ هذا هو بيت القصيد اللي هو التحصين. دائما ندعو الناس إلى التحصين لأنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. التحصين سهل وميسر وبسيط ولا يكلف الإنسان شيء، لكن الشيطان يثقله على ابن آدم. التحصين هو بآيات الله عز وجل وبالتعويذ،
وذكر الله. طبعا من أهم التحصينات اللي هو آية الكرسي، الفاتحة، سورة الإخلاص، والمعوذتين اللي هو كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس. الإنسان إذا استمر في حياته كل ليلة قبل ما ينام، سواء الرجل أو المرأة، الأفضل ينام على وضوء ويستمر على وضوء طيل فترة النهار كمان، لأنه الرسول بيقول الوضوء سلاح المؤمن، الشياطين لا تقترب من الإنسان المتوضئ. قبل ما ينام يقرأ الأذكار، هذه هي أذكار قبل النوم، وهذه السور وبالذات اللي هي الإخلاص والمعوذات الاثنتين مع النفث في اليدين، يعني يجمع يديه وينفث فيهما، يقرأ كل واحد 3 مرات ويمسح على ما يستطيع من جسمه. هذا حرز له وحصن له في وقت النوم. طبعا بإذن الله لا يرى أحلام، ومن ضمنها أم الأولاد، ولا يرى كوابيس، ولا يرى ما يسمى أبربوس اللي بيكون الإنسان منه مخنوق. هذا وإذا كان معمول له سحر أو مضروب بعين لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه أو يضره بإذن الله عز وجل. نعم. طب يعني سؤال ممكن السادة أيضا المستمعين والمستمعات يتبادر إلى ذهنهم، هل القرين أو التابعة هي مقتصرة فقط على المرأة الحامل؟ لأننا نسمع في بعض الأحيان أن بعض النساء وربما يعني من مختلف الأجناس يشعرون بثقل كما الأعراض التي ذكرتها، وإلى يذهبون إلى منحن آخر ربما في التسبب بالكراهية ما بين أو النفور في بعض الأحيان ما بين الأم وأولادها، يعني ليس بالضرورة خلال الحمل لكن ما بعد الإنجاب. هل هي في ذات المفهوم أم هذا في شيء آخر؟ طبعا القرين ذكر في القرآن الكريم اللي هو القرين المقارن للإنسان من يوم ولادته إلى يوم وفاته، وهو هدفه الأساسي اللي هو الوسوسة وصد الإنسان عن طريق الله عز وجل المستقيم. وذكر الله عز وجل في سورة قاف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اللي هو الملك، والثاني قال ربنا ما أطغيته للشيطان، قال ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهذا هو القرين الأساسي، وظيفته مثل ما قلنا الوسوسة، لكن الشياطين الآخرين لهم وظائف أخرى كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هناك شيطان يسمى الولهان، هذا هدف الوسواس في الوضوء، الوسواس في الوضوء، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله منه فيذهب وسواسه. أيضا هناك شيطان الوسوسة في الصلاة غير القرين، ويسمى خنزب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجا صحابي قال يا رسول الله عندما أدخل في صلاتي أبدأ يعني أفكر في أشياء خارج الصلاة، فقال أدفر عن يسارك 3 وقل أعوذ بالله من خنزب فإنه لا يعود، قال ففعلتها فذهب. هناك أيضا شياطين بأسماء أخرى وأهداف أخرى، كل واحد منهم له هدف، من ضمنهم اللي هو تخريب الدخول في البيت أو التخريب الأكل أو الطعام أو كذا، أشياء غيب منها ما ذكر ومنها ما الناس يعني قد يواجهونه في حياتهم اليومية. طبعا القرينة بمعنى اللي هي الشيطان الذي يلاحق الإنسان من أجل تنفيذ السحر أو العين، ممكن تصيب الرجل أو المرأة الحامل أو غير الحامل. نعم. إذن واضح تماما الإجابة فيما يتعلق بهذا الموضوع. نتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت إلى كل من استفسر وسأل واقترح أيضا الحديث عن هذا النوع من المواضيع، لأنه في بعض الأحيان يجب ننوه أنه لا يجب أن نعيش مصدقين طوال الوقت في نعيش في كوابيس هذه المفاهيم، بل كما ذكر فضيلة الشيخ وأيضا المحامي الشرعي مؤمن العتيلة سيد مؤمن أنه يجب التحصين ويجب دائما أن نذهب في المنحة الإيجابي إلى كافة الأمور، لا أن نعيش على أطلال هذه المفاهيم. وقديش بتكون حياتنا سليمة محصنة بأدائنا للصلوات بالأمور الخير والصلاح، فبالفعل أي شيء سلبي أكيد لن يضر بإذن الله تعالى. شكرا لك فضيلة الأستاذ المحامي الشرعي الشيخ مؤمن العتيلي على تواجدك وإيانا من خلال برنامج طلة فجر، وعلى هاي المعلومات اللي قدمتها لمشاهدينا ومستمعينا. Amen.